السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. صحابي وحبابي في الله، أنتم تعلمون دخلت عليكم ربي العالمين باش يوقفوا هالثلاثة هيدا وبهالطريقة وبهذا النظام. هذا شنو خصك تعمل لهم؟ أنا نظري خصك البوليس والجدارمية وزيد عليهم حتى المخزنية، وهذا ليس انتقاص حق الأمن، لأن الأمن فوق راسنا. نعم. سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هاد السين في الحي والمباشر. كو 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 بوم 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 بوم. الله 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 الله. لا حبوك حبوك يا ربي. أجل أنت حبيبي، أنت حبيبي، تعال تعال تعال. ما كاين والو، ما عاملهم والو. أيها الكرام، عندي لكم قصة. وكما يحكى أن ديكا كان يؤذن فجر كل يوم، وذات يوم قال له صاحبه أيها الديك ما تأذنش، ونعم إذا أذنت فسأنسف ريشك. فالديك مسكين بقى يفكر وقال في نفسه: الضرورات تبيح المحظورات. نعم، أن أتنازل شوية حتى تمر العاصفة حفاظا على نفسي. وفي كل الأحوال هناك ديوك غيري ستؤذن. ومرت الأيام والديك على ذلك الحال، نعم لا يؤذن. ففترة قصيرة أتى صاحب الديك فقال له: أيها الديك، إن لم تقاقي مثل الدجاجة سأذبحك. قال له: خصك تعمل قال له: إن لم تقاقي كالدجاجة سأذبحك. ما يهربش، اش كندير مع هيدا باش شي وحدين يتيقوا؟ انا راه فروش بلدي، هذا بلدي هاو كل ما يوقفش هاو. حبيبي هذا حبيبي. لا صافي، اعتذر. نعم. فالديك قال له صاحبه: أيها الديك، إن لم تقاقي مثل الدجاجة سأذبحك. يا أسفاه. فقال الديك في نفسه الكلام الذي قاله في المرة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، ومن السياسة الشرعية أن أتنازل شيئا فشيئا حتى تمر الصاعقة أو العاصفة حفاظا على نفسي. وتمر الأيام تلو الأيام، والديك الذي كان يوقظنا للصلاة أصبح وكأنه دجاجة وهو يقاقي. وبعض الأيام فترة معينة، فترة قصيرة، كذلك جاءه صاحبه وقال له: أيها الديك، لأن لم تبيض مثل الدجاجة سأذبحك. وعندها أيها الكرام، صاح الديك وبكى وقال كلام يكتب من ماء من ذهب، وقال: أي الديك، يا ليتني مت وأنا أؤذن. وهكذا أيها الكرام تكون سلسلة التنازلات عن المبادئ والقيام والأخلاق. نعم، وهذه تسمى ما يسمى بفقه الواقع المكلفة الباهتة المميتة. أيها الأخ الكريم، إياك وإياك، موت وأنت تؤذن. يا سلام، يحلى الكلام، يا سلام. أجي أنت، ما يقولكش هذا عنده أول حد ولا بلا. أجي أنت، أنت حبوك حبيبي. يا سلام، كو حبيبي. خوتي، أصبحت بائع الطيور والدجاج والطيور. اليوم هاد المحل إن شاء الله نجهز، إن شاء الله ومرحبا، أهلا وسهلا. هذا شحال سيدي الثمن ديالو؟ 100 درهم، وما نستاهلو هادشي. شوف الرشكي داير ب 100 درهم، شوف. يا سلام، يقول لك هو اعملها بيع وشريا. يا سلام، قلت الكلام، راه الكلام راه واضح وباين، باش توقف هذا. الله 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 الله. أجي أنت ليا، ومالك؟ مالك معفر علينا صاحبي، مالك؟ يا سلام. خوتي،
واللي بغى شي فروج لا غلى على مسكين ارخا والرباخه كما كيقولوا 100 درهم 100 درهم فروج 100 درهم ماشي من حقي نبيع الفراج ماشي من حقي ماشي من حقي نبيع الطيور وانا كنقول لا السبي بقى الطيور مالنا خويا مالنا مالو والو ما ناكلوش معكم حتى خبزه والو خبزه ما نديوهاش معكم ما نساروهاش ياك ايوا حسبي الله ونعم الوكيل شي وحدي الله يغفر لنا وله يلا استودعكم الله الذي لا صديق ودائعه طاب